اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الله على ياسين حبيب الله صلاة طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسل وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة ومن حمي ومن هم أهل البدر يا الله ومن حمي ومن صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا
طيبة يا طيبة يا دواء العيانا زدنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا زدنا ليك والهوى والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام دغري يا عمر عقدي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا شدنا ليك والهوى المسدر المواحيب الطورة العورة لحاجيب عندكم أفضل الجلمانة أفضل الجلمانة أفضل الجلمانة يا طيبة يا دواء العيانا سقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا أشيادي الحسن والحسين إلا النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا شهدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى إخوات جدل الكبرى وفاتمة الزهراء شهدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى إخوات جدل الكبرى
الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء شاهد ودليل
أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين ولجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ محمد بن سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وثم إلى شيخ عباس المرسي وثم إلى شيخ شادلي ثم إلى شيخ تاج الدين متعالى سكندري وثم إلى رضي أحمد رحمة الله سنن أمبل ثم إلى أولياء التسعة وثم إلى بسون حجي ثم إلى مبيد برونتو ثم إلى مصلح وثم إلى مبيد ودواجي وفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شرق الأرض إلى مغارب أبريا خصوصا أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من سمعنا ها هنا بسببه ولأجله ثم خصوصا إلى كي طاهر شمس الدين ثم إلى كي حاجي عبد الغني ثم إلى كي حاجي سقيبود ثم إلى كي حاجي حسن قيبو ثم إلى كي حاجي مسعلوي ثم إلى كي حاجي بدرودين ثم إلى كي حاجي محمد رفاعي سال ثم إلى حضر الشيخ كي حاجي عثمان الإساكي ثم إلى كي حاجي أشراري الإساكي ثم إلى كي حاجي حمد بشروان ثم إلى كي حاجي هاشم أشعري اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم. الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى Bapak Ahyad, ثم إلى Bapak Mustaqim, ثم إلى Bapak Sadri, ثم إلى Bapak Sanuri, ثم إلى Bapak Maliki, ثم إلى Bapak Ferry Firmansa, ثم إلى Bapak Joni Sukardi, ثم إلى المرحومة Ibu Sumina, ثم إلى المرحومة Ibu Tumina, ثم إلى Ibu Evi Aristina, ثم إلى Ibu Sri Nuryati, ثم إلى Ibu Kasni, ثم إلى Ibu Gisa, ثم إلى المرحومة Ibu Sabwa, اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى Bapak Satriman, ثم إلى Bapak Jupri, ثم إلى Bapak Zainul Arifin, ثم إلى Bapak Asbullah, ثم إلى Ibu Tika, ثم إلى Nur Sahra, ثم إلى Ibu Siti Nawati, ثم إلى almarhumah Mbak Ahmad Saroni, ثم إلى almarhumah Mbak Dewi Amina, ثم إلى almarhumah Mbak Maryam, ثم إلى almarhumah Mbak Hindun, ثم إلى almarhumah Pak Muhammad Ali Ilham, ثم إلى almarhumah Ibu Khofifah, ثم إلى almarhum Bapak Abdul Wahid, ثم إلى almarhum Akhi Haji Khamim. اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى المرحوم Bapak Samsul Arifin, ثم إلى المرحومة Ibu Suwarni, ثم إلى المرحومة Ibu Wirya, ثم إلى Adi Umi Rosid, Sumaila di Budi Santoso, Sumaila Haji Fauzi, Sumaila Haji Dahlan, Sumaila Ba Salim, Sumaila Haji Fatira, Sumaila Ibu Saima, mufirlahum warhamhum wa'afi ma'fanhum. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى Bapak Arkan, ثم إلى Bapak Selamat Arkan, ثم إلى Bapak Abdul Mujid, ثم إلى Bapak Taufik, ثم إلى Bapak Andi, ثم إلى Bapak Nur Cahyo, ثم إلى Bapak Ali, ثم إلى Bapak Said, ثم إلى المرحومة Ibu Sofia, ثم إلى المرحوم Bapak Amari, ثم إلى المرحوم Bapak Rifai, ثم إلى المرحومة Ibu Nur, ثم إلى المرحومة Ibu Aziza, ثم إلى Ibu Irma, ثم إلى Ibu Sari, اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافهم وانهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة selanjutnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua serta keluarga jamaah live streaming yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, yang lagi menyaksikan rutinan sholawat di Masjid Al-Abrar Simolawang, yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir, semoga kita semua, keluarga kita semuanya, juga keluarga jamaah live streaming yang ada di rumah, dijadikan anak yang soleh dan solihah, serta kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir penghujung umur kita, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan khusnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa bi safaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي توشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب اجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب احطنا بسعادة يا رب صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا ربي وسلي واسلي كل مغسلي يا ربي يا ربي وكفي وكفي كل مغدي ربي يا ربي نختم نختم بال مشفع ربي يا ربي صلي صلي عليه وسلم ربي يا ربي صلي صلي على محمد ربي يا ربي صلي صلي عليه وسلم ربي يا ربي صلي صلي على محمد ربي يا ربي صلي صلي عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأنك ودرجي أتفتي أجيرة العلم يا حيل الجود والكرم أتفتي أجيرة العلم يا حيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجك أفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم أفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بين الحرمين
حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتيا نيرة العالم يا أهيلة جود والكرم عفتيا ديرة العالم يا أهيلة جود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتيا جيرة العالمين يا أهيلة الجهد والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتيا جيرة العالمين يا أهيلة الجود والكرم وبآيات القرآن عنو فتائد فينا أخا الوهن وبآيات القرآن عنو فتائد فينا أخا الوهن نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبيت يالفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتيا جيرة العالمين يا أهيلة الجود والكرم رب فأوفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فأوفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتيا جيرة العالمين يا أهيلة الجود والكرم أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك
أحمدي يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد الأنبياء يا بدر تم من حاز كل كماني فدا يعدر عن أولى مقالي يا بدر تم من حاز كل كماني ماذا يعدر عاد ولا تمقالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عاد ولا تمقالي يا بدرة من مقالي أنت الذي أشرف
ضلالي يا بدرة منها الحبيب الذي ترجى
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزين والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالئ والغارب ويواحده الناتك والصامت والجامد والذائب يطلب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضاريب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القالب خلق مخا وأتما وأضدا وأورقا ولحما وجلدا وشعرا بندم مؤتلف متراكب مما إن دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الختام كياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والكوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليها هارب فلا يزالنا في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب
الغرب واتركوا رضا المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو خائب لا اله الا الله فسبحانه وتعالى من ملك اوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل ان يخلق ادم من التين اللازب ورض فخره على الاشياء وقال هذا سيد الانبياء واجل الاسفياء واكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قيل وآدم سلام قال آدم بيننه عن المراتب قيل ونوح عليه السلام قال نوح به يوج من الغرق ويحلق من خلفه من الأهل والأقارب قيل وإبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم جد على عباد الأصنام والكواكب قيل وموسى عليه السلام قال موسى أخو ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل وعيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه خلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأس العصائب قال ونبي استخرت من لعي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفل جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه صلاة الله ما لا حد كواكب ألا مد خير من راكب النجائب أداد السرى باسم الحبائب فهز سكر عطاء خيري ما راكبا
قد حصل الحنا والديد غائب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب صلاة صلاة ما بدا نور الكواكب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى خير ما راكب النجاة صاري
صلي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن إنه البدر في تمامي محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
أعدائي كثير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخوف قايني، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا ما رأينا العيسى حنت، مرحبا بالصورة إلا إليك، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا والغمامة قد أضلت، مرحبا والملا صلوا عليك، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا، وأنت كالعود يبكي وتذل بين يديك، واستجارت يا حبيبي عندك طبي النفور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مستجيب الدعوات، ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب شهيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجدي متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفنه ثم به تأيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحيا دجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لي عنوعاً. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ومن جاءنا محمد يوم الحواني به تحشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أنحره محمد والكفر أبطله فعدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadhan nabiyyil karim wa alihi ashabis salikin ala manhajil qawim. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا بغدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتسنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائك فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين. وأحينا بطاعتك مسغونين. فإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضبع بعدها أبدا. واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمة
لأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة ركت عيناي شوقا ولضيبك ذرفت عصبا فعطيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي السلام عليك يا رسول
صل على محمد. نعم.